أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إذا دخلت مع الإمام في التشهد الأخير ثم بعد سلام الإمام أقيمت جماعة أخرى، هل يجوز لي أن أحول هذه الصلاة إلى نفل وأدخل مع الجماعة الأخرى أم أكمل الصلاة في؟ لا بأس، هذا أحسن، أنك تنويها نافلة وتكملها خفيفة تدخل مع الجماعة الأخرى.